عليهم الروح القدس وبيساعدهم في كتابه. بس انا في حاجه غريبه قوي يا اصحابي، ان انا مقسوم اتنين. تعالوا معايا في رحلتي وانا هقول لكم العهدين بتوعي او الجزئين بتوعي عاملين ازاي. انا يا اصحابي مقسوم لعهدين، العهد القديم. تعالوا يا اصحابي مع بعض نشوف ايه اللي جوه العهد القديم ده يا اصحابي. وعلى فكره يا اصحابي العهد القديم فيه 39 صفر. اول صفر هو التكوين، تاني صفر الخروج، تالت صفر لاويين، رابع صفر عدد تثنيه ويشوع قضاه ورعوس، صموئيل اول صموئيل تاني، ملوك اول وملوك تاني، اخبار ايام اول واخبار ايام تاني، وعزرة ونحمية واستير، وكمان ايوب، مزامير والامثال والجامعة ونشيد الانشاد واشعية وارمية ومراشي ارمية وحسقيال دانيال وهوشع ويؤيل وعموس وعبيديا ويونان وميخا ونحوم وحبقوق وصفنية وحجي وزكريا وملاخي. وبكده يا اصحابي يكون خلص الجزء القديم مني، والجزء التاني بتاعي يا اصحابي كمل بالعهد الجديد. تعالوا معايا في الجزء الباقي من الرحلة وانا هكمل لكم ايه بقية الرحلة بعد ايه. وعلى فكرة يا اصحابي انا مقسوم اتنين بس لسبب غريب جدا، اللي هو ميلاد بابا يسوع. العهد القديم اللي انا قلت لكم عليه ده يا اصحابي اللي هو كان قبل ما بابا يسوع يجي، اللي انا كنت موجود فيه قبل ما بابا يسوع يجي، وكان الكلام اللي جوايا بيقول وكمان بيتنبأ ان لما بابا يسوع هيجي ازاي وهيعمل ايه. وكمان يا اصحابي من ضمن كلامي القديم ان بابا يسوع هيجي على مصر. تعالوا بقى يا اصحابي نكمل الجزء الثاني اللي كان بعد ميلاد بابا يسوع، اللي هو مكون من 27 صفر. اول صفر معايا يا اصحابي انجيل متى، تاني صفر مرقس، تالت صفر لوقا، ورابع صفر يوحنا، واعمال الرسل، ورسالة الى اهل روميا، ورسالة الى اهل كورنثوس، ورسالة الى اهل كورنثوس الثاني، ورسالة الى اهل غلاطيا، ورسالة الى اهل افسس، ورسالة الى اهل فيلبي، ورسالة الى اهل كولوس، ورسالة الى الاولى الى اهل تسالونيكي، ورسالة الثانية لاهل تسالونيكي، والرسالة الاولى لاهل تيموثاوس، والرسالة الثانية لاهل تيموثاوس، والرسالة الى تيتوس، ورسالة الى فيليمون، والرسالة الى العبرانيين، ورسالة الى يعقوب، رسالة يعقوب انا اسف يا اصحابي، ورسالة بطرس الرسول الاولى، رسالة بطرس الرسول الثانية، رسالة يوحنا الاولى، ورسالة يوحنا الثانية، ورسالة يوحنا الثالثة، ورسالة يهوذا، ورؤيا يوحنا اللاهوتي اللي كتبها يوحنا الحبيب اثناء ما انفاه في جزيرة بطمس. وبكده اكون انا كملت يا اصحابي كل على بعض كده. تعالوا يا اصحابي نحسبها مع بعض، عندي في العهد القديم 39 صفر وكمان في العهد الجديد 27 صفر، يبقى انا كده كملت كام؟ تعالوا نحسبها مع بعض، مثلا 29 وكمان 27 و 39 يبقوا 30 و 20 يبقوا 50 يا صحابي، و 9 و 7 هيبقوا كده يكملوا 72 صفر، يبقى كلي على بعضي 72 صفر اللي مقسومين لعهد قديم وعهد جديد. وبكده تكونوا اتعرفتوا عليا يا صحابي. دايما تكونوا واقفين معايا وبتقروا كمان في كلامي وثابتين فيه، وبكده تكونوا انتوا عرفتوا صاحبكم الجديد اللي اسمه الكتاب المقدس. اشوفكم في مره جايه، باي باي.